وصفة الكريب تجي معكم ناجحة 100%، كريب احترافي وكيجي خفيف وهشيش. خليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير. هنا كناخدو واحد البول، جوج بيضات بحرارة المطبخ، جوج ملاعق زبدة مذابة، كاين اللي بغى يعوضهم بالزيت نباتي، جوج كؤوس من الدقيق الأبيض يعني الدقيق ديال الحلوى باش كنعدلو الكيك الحلوى يكون ممتاز، كأس من الحليب بحرارة المطبخ، وكأس من الماء مغلى، واحد صاشي لافاني، ملعقه من السكر، انا ما بغيش نديرهم حلوين بزاف، كتافي بملعقه واحده، ورشه ملح. بسم الله على بركه الله. كنضيفوا البيض، غادي نضيف الزبده، كاين اللي كيرجع نوازيط، انا غير ذوبتها ماشي مشكل، رشه ملح، ملعقه سكر، صاشي لافاني ديال 8 غرام. نحرك العناصر جيدا، اضيف الحليب، اضيف كاس من الدقيق ونحرك جيدا حتى تجانس العناصر، عاد نضيف الكاس الثاني، كاس ثاني. هنا غادي نضيف هذا الماء الساخن، الماء غليان تدريجيا، هو اللي كيعطي ديك الهشاشه للكريب وكيجيو رائعين. كنستمروا في التحريك حتى كنساليو ديك الكاس الماء مغلي كامل. راني كنضيف حتى الكيك بريستيج هو ومايزينا باش كيجي الكيك رائع. على القناه ديالي ما تنساونيش من لايك والاشتراك، زوروني على القناه، وصفاتي سهله وبسيطه دائما غير بالطرب اليدوي، ما بقى فيه لا حبيبات لا والو، ورغم ذلك غادي نصفيه. بسم الله كما كتشوفوا كيجي خفيف، انا غطيته شويه على ما نجمع سطح العمل ونسخن المقلاه ديالي ونبدا نطيب. انا خدو مقيله تكون ما كيلصقش ديال البغرير، غنديرو فوق نار هادئه حتى يسخن ونبداو نطيبو الكريم هكذا على هذا الشكل. كنديرو شويه وكندورو في المقلاه، ملي كيعمل معكم هاد الفقاعات على هذا الشكل عرفوه راه يعني كريب ناجح 100%، دائما يكون يعني رقيق جيدا. وملي تشوفوا الجوانب بداو كيتحمروا كنقلبوها. واللي طيبتوها ديروها في بلاطو وغطيوها بمنديل باش ما ينشفش. استمروا دائما على هذه الطريقه حتى نكملوا الخليط ديالنا. الكريب ديالنا كيجيو على هذا الشكل ما شاء الله، خفافين رطبين هشاشين. وطريقه التقديم نتوما كيفاش ما بغيتو، ما شاء الله يعني كريب جمع كيف ما بغيت، ما كتقطع ما والو، ما شاء الله. وبالصحه والراحه، خليكم مع الشكل النهائي وطريقه ديال التقديم. علاش كنغطيوهم؟ حيت هاد الجوانب كينشفوا في المقلاه، ملي كتغطيوهم كيرطابوا ما كيبقاوش ناشفين. كتيهم على هذا الشكل، كتخليهم مثلثات كطويوها على هذا الشكل على جوج، من بعد كطويوها على اربعه وعنزينو بالشوكولا. واللي بقى لي عندهنو بالشوكولا ديال الدهن، وعندير له البنان في الوسط وعرو ليه، كيجيو رائعين ما شاء الله. كندهنو هاد الطريقة وكنديرو طريفات ديال البلاطانو البنان في الوسط، كنديرهم على شكل سيجار، نجمعو الجوانب. كنت كنطوي بيد واحدة على هاد الشكل، كنحطهم في صحن التقديم ونزينهم بالشوكولا كذلك. ملي كتنيو الجوانب، الجانب الاخر كتجيبو حتى لهنا وكتجمعو عاد كتزيدو تروليو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا، كيجيو ما شاء الله شاشين. نتمنى تجربوهم وجزاكم الله خير الجزاء على المتابعه والاشتراك، موفقين جميعا وندوي رحمه الوالدين. اي حاجه كنبارطاجيها معكم ناجحه 100%. ما شاء الله كيجيو ما شاء الله، ديك الما اللي ضفنا له كيجيو هشاشين.
هكذا وبالصحة والراحة. انا كيعجبوني محمرين باش ما يبقاوش خضرين، وبالصحة.